أثر العابدين الممثلة التونسي والنجم العربي اللي قال مررت بأزمات في حياتي وقدمت أدوارا لأسباب مادية. كان حاضر في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي على قناة وانا المصرية، قال في أكثر من مرة قبلت بأدوار مانيش راضي عليها لكن لأسباب مادية قبلتها، لدي احتياجات خاصة وظروف خاصة جدا، وكثيرا ما يقدم أي فنان أعمالا لا يكون راضيا عنها تماما وخاصة في البدايات. رف ماجور الأعداد من أجل المال نجم نعمل أعمال مانيش راضين بها، نمشيو في مشروع فني إعلامي كذا ماكش راضي به ولكن فقط من أجل المال. أنت نقيب سبق وقلت أنا معكم من أجل المال، معناها صارحتنا بها مباشرة هذه. خاصة توا معناتها المال والأحوال، المال والأحوال. سندريلا تسعة. صحيح برشا ممثلين كما قال ظافر تلزوا في وقت ما هم يعملوا أدوار ما همش راضين عليهم، كما مثلا نور شريف حكاها أكثر من مرة، قال تلز إنه يمشي للبنان ويقدم أي دور كان غيان باش يدخل الفلوس. معناها دونك هذا يصير، إذا يصير الممثل في أول في بدايات ويحب يفرض روحه وما لقاش يمكن الدور اللي يحلم به، يرضى أنه يعمل أدوار ما هوش مقتنع بهم باش يوصل اللي يحب عليه. وهذا اللي صار مع ظافر. ظافر اليوم هو نجم في مصر وفي الوطن العربي، الناس الكل تنجم تعمل برامج مش راضية عليها، تنجم تقدم في بداياتها حاجات توا كان ترجع بتويلي تقول كيفاش أنا عملت كيكة ولا كيفاش قدمت كيكة، ولكن هذيك هي الخطوات الأولى باش توصل للنجاح ولا القمة ولا الحاجات اللي أنت تحلم بهم. لازم تكون فما تنازلات ولازم ترضى بحاجات انت ما تكونش يمكن تشبه لك باش توصل يا رفيق للبلاصه اللي انت في يوم ما حلمت بها. نخيف والله هي بالنسبه لظافر العابدين، معناتها بون تو انسان باش يرضى بادوار ربما يقبلها ويتنازل لظروفه كل شيء، الناس كل تمر بهذايا كل شيء، بشكون يتنازل مثلا؟ هاو نمشي معك بالحق نخيف، فما فنان انت ما تحترموش بالنسبه ليك هشك بشك مش هذا عار على الفن جون سيبا، اقترح عليك انك تعمل معاه ديو برشا فلوس، هذه نجم يجيك نجم يجيك نجم يجي ايه. تقبل ولا فنانه مثلا ماكش راضي اما المبلغ كبير، المبلغ ينجم يسكر لك برشا بيبان، نقولوا احنا بلغتنا وكلنا محتاجين للفلوس. اي تقبل نقي، نحن في زمن القبول تو بالحق والله العظيم، حتى ماكش راضي تقبل يا ودي شنو، حتى مانيش راضي انا مانيش راضي عادي بكل اي معناها تقبل بيسير تقبل سي نورمال، ما تنجمش تي نابال شوا معناتها ظروف بكل صراحه معناها تي اي سي هذا قبل ما تولي معايا شنو؟ لا حتى معك تعيس لا توا لاباس تبارك الله والدنيا مريقله هما جاو هذوما اللي مش رافين والله يا رفيق هاو عندك انت اقوى مثال حاتم بالحاج يقول لي الخدمه اللي نخدم فيها ما نحبهاش، انا نحب الكتاب نخدم فيها بالزاز نصور مقدات زاده ما تحبوش الخدمه نتاعو يجيك الصباح ماذا بيه في المهرجانات وفي زيدة تحب تقعد في القهوه انا نحب نقعد في القهوه الراف حتى حد ما يخدم معايا محبه فيا لا لا ما يحبوكش كان حد خاطر كان البارودي خاطر تقطع من السياسه تقطع من كل شيء اين با لو شوا حتى الخدمه اللي كان يخدم فيها ما عادش دونك نعمل تور دو تابل حد ما يحبني شخصيا لا لا في عند الحب نقولوا هيك ما نحبوكش ولا تكون خاطر كلها تخدم بالزاز كلها شنو واحد يقوم الستة وليش نقوم نهار السبت مفجوعة قلت ثمانية كما ريك قلت رف ماك ذكر نهار السبت حتى واحد بالدقيقة شنو الحياة لو فرضنا اليوم مثلا نطلب منكم باش تاخذوا معايا ثلاثة أربع سنين ما فماش فلوس أما جوست على الرسالة وأنتم معايا رسالة لا نقبلوا أما عندنا الرسالة نقولوها لك في ريونيون إن شاء الله في ساعة ريونيون بعد تو ندخلوا معاك لا حد ما يقبل تعرف تصدمني زين بعد السنين هذيا تقول لي اليوم في عيد الحب ما نحبكش لا معناتها نحبوك يا ودي كل صباح أنا نصبح عليك أكثر من أمي وليت نحكي ما رانا نحكيوا مع بعضنا اكثر من عائلاتنا والله. والله يا رفيق راهو حاجه كومين معناه هكا هو هذاك هي الحقيقه ديسيو اي تما ديسيو خرج فاصل برد وجهك ونرجع ندمت مره حاجه على الفلوس وما نسحتش ندمت عليها تو شنو هي شنو لا ما تعطينا سكوبيس يعني شي لعبنا هكا كوم كوا تخدخ مشاعرنا ايش ما نخدم كتبت انت السيناريو مش كتبت انا السيناريو جابوا لي السيناريو باش نصلحه وكي قريته وانا ما يلزم وقت معناها مش من عرفتها مسرحيه الاطفال ولد بن علي في القصر لا امبوسيبل ويا اخي من بعد باش اقنعوني قلت انا معناها باش نضيع وقت ومعش بكري ورمضان وكل شيء فاقنعوني مدين ماني قالوا لي راهو خلصوا وحطيت الاسم نتاعك في السيناريو سلحت وحطيت حد اي تحط اسمي كان فياسكو معناها فياسكو توتال اعطيني بعد الفاصل اسم العمل كلمه كلمه باش نعاود نبدا بعد الفاصل جاوبني على قد السؤال اي
تبيع مبادك على جال الفلوس؟ والله لا برجو بالحق بعتاسق ما تعملش حاجه مكش راضي بها في الخدمه. عمل عمل مش مبادئ. معليش مبادئ رفيق مش مبادئ. لا معناها اخي واحد يقول ما نعمل كان الحاجه هذيك ما نحبش الشك بالشك ما نحبش تعمل حاجه مكش راضي عليها خاطر الفلوس. والله لا رفيق والله وكل لك حاجه لا لا خليها ما نقولهاش تو نقولها لك من بعد في الاوف. اما فما برشا حاجات تجيب في الاوف في الافتر معناتها فما حاجات يتعرضوا عليك وماذا بيك تقول لا وتشوفيها ابستراكسيون من الفلوس على خاطر بعد تشوفها تريني اون ايماج اللي تقعد تتبع فيك ما تنحاش فيس على الايماج ايماج نتاع حاجه من بعد اغزر تقيس معناتها فما حاجه تقيس عليها تقول ابريتو شو الامباكت اللي باش يصير لي من الاول تبدا في الانتوراج نتاعك عائلتك الانتوراج الموسع تقيس غدوه تقيس غدوه ناس انا نقول لك رفيق كاني حبيت نصور فلوس راني ارشي ملياردة خاطر بالحق انا واحد من الناس في خدمتي قبل المدير الرياضي اقترحوا عليا برشا مبالغ والله العظيم برشا فلوس زاد وقت الخمس ملايين بالنسبه لي انا خمس ملايين برشا فلوس اقترحوا عليا 150 الف دولار و160 الف دولار وبرشا برشا فلوس والرؤساء اللي خدمت معاهم عندهم الجزئيات اللي صارت لكن في الدنيا هذه مش كل شيء يتقاس فلوس بالحق حسب اعتقادي انا فما مبادئ وفما تصويره وفما حاجات اللي ما تجمش تتمس بالحق فما حاجات مهمه برشا في الدنيا راهو الفلوس بعدها خاطر المفروض فما حتى ناس تقول لك راهو انا في الاخر شريتك بفلوسي معناتها مهما كان واللي ما يتشريش بالفلوس يتشري برشا فلوس عملتي تعرف العرض اللي انا رفضته باش نمثل فيلم اجنبي وقت اي فيلم اجنبي مونيكا بيلوتشي مونيكا بيلوتشي وانت لكن فما فما انت ما حبيتش الاخرى مونيكا بيلوتشي صحيت انت ما حبيتش تعرف قداش وقتها فلوس 200 الف دولار اي لا تبارك الله واليوم نبدا فخور قدام بنتي صحيت كيف تكذب عليها نعود بعد الفاصل في ماكله 9 بس